السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده محرر من محررات اوبن ستريت ماب، وتقدر تعدل عليه، والتعديلات دي بتظهر على طول في الاوبن ستريت ماب وفي كل البرامج اللي بتشتغل مع الاوبن ستريت ماب. هو الفكرة كلها بسهولة، ان انت مثلا دي الحاجات الخاصة بالمطاعم مثلا، فمجرد ان انت تسحب وتحط مثلا الحتة دي مستشفى، هتسحب وتحط مثلا، تمام. هيسألك عن اسم المستشفى، هل هي فيها امرجنسي ولا لأ، ديتيل لو انت عايز تحط بقى شوية معلومات، تمام. لو انت مثلا عملت سيلكت على الطريق دوت، فاسألك الطريق ده اسمه ايه، وهل هو وان واي ولا تو واي ولا طريق عكسي، طريق الخدمات الموجودة هل هو درايف واي ولا درايف ثرو. وهنا برضو بيسألك بقى بعض المعلومات، لو في بريدج، لو في لير سيرفيس، كل المعلومات ديت الخاصة بالطريق. ممكن تحدد السرعة بتاعة الطريق، سبيد ليميتد قد ايه، تمام. هتلاقي السبيد ليميتد وتقدر ان انت تحطها. هل في مكان خاص، في جزء منه خاص للبايسكل ولا لا، هل في مسار خاص للباص ولا لا. تقدر تعمل ريليشن شيب بينهم مثلا، اهوت. هل في تريم ولا لا، لو في حاجات هنا مثلا سبيد ليميتد فممكن تقول له السرعة الأقصى مثلا 130 أو 120 أو هكذا، تمام. والجنرال أكروس قد إيه. طيب كل الخدمات دي تقدر إن أنت تحددها بسهولة، وتقدر تحدد الباص والووتر والحاجات دي كلها. برضو لو عندك أي مبنى تقدر تدخل الديتيلز، الأدرس، بيلدينج نيم، الهاوس نمبر، البوست كود، الستريت نيم، والدي تاون ولا سيتي. فمن ضمن المحررات اللي بتدي قوة للخرائط اللي احنا بنشتغل عليها، وكل ده طبعا مرتبط بالاوبن ستريت ماب وبيسمع فيه كل حاجة. تقدر مثلا تضيف معلومات خاصة بالووتر مثلا مارينا هيت، وتعمل سيلكت عليها وتبدأ تدخل المعلومات. لو في هنا مثلا باور، تبدأ تسحب وتحدد أماكن الباور. لو عندك حاجة خاصة بالتاون، بالنايزر بور، لو في حاجة خاصة بالسبورتس، حاجة خاصة بالسويمينج. من شوية كنت شايف سويمينج بول بس مش فاكر فين. فمجرد إن أنت تسحب وتحدد إن في هنا سويمينج بول، بيسمع بقى في كل البرامج بتاعت الموبايلات وكده. لو أنت تايه وعايز توصل لمكان، فبتبدأ تعمل سيرش فيبدأ يوديك المكان دوت. لما تخلص ما تنساش تعمل سيف عشان يعمل لك ابديت. تقدر تختار الماب ستايل مثلا، تخليها واير فريم او تخليها نتورك وهكذا. تقدر تشوف التاسكات اللي موجودة،